النهاردة هنستكمل معاكم سلسلة تعلم الألمانية للأطفال، ومعانا الدرس التاني، درس مهم جدا وهناخد فيه أيام الأسبوع وشهور السنة. يا ترى بننطقها ازاي بالألماني؟ أيام الأسبوع في ألمانيا بتبدأ من يوم الاثنين، ده معناه إن السبت والحد في ألمانيا أجازة. واحنا عشان عاوزين نتعلم ألماني هنبدأ أيام الأسبوع بيوم الاثنين زي ما الألمان بيعملوا. مونتاج، مونتاج الاثنين. دينستاغ، دينستاغ الثلاثاء. ميتفوخ، ميتفوخ الأربعاء. دونارستاغ، دونارستاغ الخميس. فرايتاغ، فرايتاغ الجمعة. زامستاغ، زامستاغ، زامستاغ السبت. زونتاغ، زونتاغ الأحد. شهور السنة، شهور السنة عندنا في مصر ليها نطق، وكمان في سوريا بينطقوها بشكل تاني، مش بيقولوا يناير زينا، بيقولوا كانون الثاني. سواء انت من مصر او من سوريا او من دول الشام او من دول الخليج، انا هنطقها بالاسمين العربي ليهم علشان خاطر تفهم انا بتكلم على اي شهر. هنبدأ بأول شهر في شهور السنة هو يناير، كانون الثاني. يانوا، يانوا فبراير او شباط، فبروا، فبروا مارس او اذار، مارس، مارس ابريل او نيسان، ابريل، ابريل مايو او ايار، ماي، ماي يونيو أو حزيران، يوني، يوني يوليو أو تموز، يولي، يولي أغسطس أو آب، أوغست، أوغست سبتمبر أو إيلول، سبتمبر، سبتمبر أكتوبر، تشرين أول، أكتوبر، أكتوبر نوفمبر، تشرين ثاني، نوفمبر، نوفمبر ديسمبر، كانون أول، ديسمبر، ديسمبر. بس وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، وأتمنى يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه، وما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وتتابعوا بقية فيديوهاتنا الجديدة اللي هتنزل قريب إن شاء الله. شكرا ليكم.